شكرا معلقنا الكابتن سيد صابر. إذن النادي الأهلي يفوز تحت شعار الأهلي بمن حضر، المادة رقم واحد في دستور النادي الأهلي. النادي الأهلي بمن حضر، ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، هارد لك نادي سبورتنج. يعني برحب بضيوف الكابتن عماد مراد، اهلا بيك يا كابتن. كابتن سلعاوي اهلا بيك ومنور قناه الاهلي. الله يخليك، الف مبروك كابتن عماد. الحمد لله رب العالمين. زي ما قلنا كابتن هيثم، الشوط الثالث او الكوارتر الثالث نحافظ على السكور، وكانوا الحمد لله رجاله. بحيي محمد مصطفى اللاعب الصغير، بحيي محمود وليد، بحيي اليكس يونج، بحيي عمر طارق، الناس كل الرجاله. دي مجموعه الثلاثيات اللي حطيناها في الماتش يا كابتن، انا اسف. اتفضل. ابو النصر ما شاء الله، ربنا يحميهم. الحمد لله دي خطوه كويسه جدا. احنا لو حسبنا نقطتين بتوع الرجال ونقطه صغيره، فاحنا كده كسبانين 3-0 ان شاء الله لو بفوزنا الماتش الصغار، وده برضه يعني يعتبر غير مضمون. لو كسبنا الحمد لله هنتاهل، لو حصل الله يقدر غير كده فلازم مطلوب من نادي سبورتنج انه يفوز اكتر من 20 بونت، ودي صعب حد يفوز على النادي الاهلي اكتر من 20 بونت. يمكن كابتن وائل بدري كان في الاخر بيتضايق شويه، اللي هو كان انا ما فهمته ان فرقه سبورتنج وقفت والنادي الاهلي كمل، بس احنا النادي الاهلي بيلعب لاخر دقيقه واخر ثانيه، ما فيش اي يعني مباراه ان احنا نوقف، خاصه ان انت بتاخد مجموع ماتشين. فنتمنى ان ده يعني يكون مش عرف اصلا، مش عرف ان انا وقفت يبقى لازم الفرقه الثانيه تقف. انا العب لغايه اخر لحظه. هل ده عرف يا كابتن ان انا وقفت يبقى لازم الفرقه الثانيه تقف؟ مش عرف يعني، هو بيبقى لو النتيجه محسومه بالنسبه للفريقين، انما احنا السكور افريج موجود في المباراه جاي. الف مبروك كابتن سلعاوي، يعني راي حضرتك على المباراه. انا هلخص المباراه في ثلاث حاجات صغيرين. اعتقد ان نادي سبورتنج عمل اقصى ما يمكن عمله بالنسبه للجيم ده، او هو كان عايز كده او يخرج الجيم بالشكل ده. اوكي. ونتيجه مرضيه اعتقد ليه. اعتقد ان مكاسب اليوم وليد، محمود وليد وموديز، على اساس ان هم يستحقوا الدفعه الكبرى، على اساس ان هم من اللعيبه الصغيرين سنا، بخلاف ان اليكس وعمر طارق دول طبعا لعيبه ليست صغار او لعيب متمرسين على البطولات والمكاسب. حضرتك توقعت المودي ان هو يبقى برضو عايز اقول ان معظم اللعيبه ظهروا في الشوط الثالث والرابع زي ما توقعنا، بحاله طيبه، حاله طيبه جدا كمان. وبرضو في نهايه انا عايز اشكر فريق المرتبط، لان هو كان الدافع للفريق الاول قبل المباراه، هو كان الدافع ان هو عمل مجهود فكسب، فادى ارتياحيه للفريق الكبير وشال الضغط على الفريق الاولاني. صحيح. لان في المرتبط بالذات مكسبهم بيفرق كتير قوي مع الفريق الاول. نجم المباراه من وجهه حضرتك كابتن؟ نجم المباراه من ناحيتين. محمد مصطفى مودي. طيب ده في الاهلي. في سبورتنج؟ في سبورتنج احمد هشام. كابتن عماد، والله انا شايف اليكس يونج هو نجم المباراه، ومحمد مصطفى بالنسبه لسنه ممتاز جدا. وحبيت اشكر حاجه مهمه جدا، اشكر النهارده الحكام كانوا يعني انا شايف الحكام كانوا عادلين الى اقصى درجه، وده اللي خلى الماتش يوصل لكده. ان في بعض الحكام اخطاء بشريه، في بعض الحكام بتلعب على الطف، وفي بعض الحكام بتلعب على التاتش، ما ينفعش. النهارده كانوا بيلعبوا على اللعب الطف الجامد، وانا احييهم واحيي الفريق واحيي فرقه سبورتنج، واقول لوائل بدر هارد لك، هي دي كره السله، كل فرقه حسب امكانياتها وربنا يوفقها. بس احنا بنحييه على الاداء الفريق ومنحييه على يعني هو اقصى ما فاينل فور بدون محترف. وهو اقصى ما ممكن يعمله مدرب مع فريق بدون اجنبي وبدون صفقات مدوية، يعني ان يقدر يعمل كده. هو بيلاعب النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي فيه انا بتكلم على إيه؟ 12 لعيب، سكواد جامد جدا. اي لعيب بيطلع بنلاقي لعيب بينزل، الحمد لله ما تحسش ان في فرق في الملعب، فده فرق كتير. وهارد لك للنادي سبورتنج، والف مبروك للنادي الاهلي. طب كابتن سلعاوي، يمكن غياب خمس لاعبين النهارده، الاربعه اللي قلنا عليهم قبل المباراه، ثلاث لاعبين بكورونا، وايضا مودي الجرحي كان النهارده خارج السكور، واداء بهذا الشكل بتهيألي ده نوعا ما يطمننا حتى على مستقبل النادي الاهلي في كره السله ان شاء الله. لا، في ظل وجود المجلس الموجود بقياده الكابتن الخطيب طبعا، عمل صفقات مدويه بالنسبه للموسم اللي فات والموسم ده بالنسبه للنادي. صحيح. الاهلي. صحيح. وان شاء الله الاهلي هيبدا يقعد على الطريق السليم في الباسكت، وهيتربع على عرش البطولات ان شاء الله باذن الله. التوفيق بس ان شاء الله. واعتقد باذن الله ان احنا الهدف او كده هو الافريقي اكتر من اكيد باذن الله. وانا برضو كنت عايز اقول ان انا مبسوط جدا لعوده الجمال النهارده. طب معلش يا كابتن، احنا لازم نروح ارض الملعب. معانا الزميل محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب، ولقاءات مهمه. اتفضل محمد.
اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن هيثم، برحب بيك وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي في كل مكان. يعني الف مبروك فوز النادي الاهلي عصرا لكره القدم، وكمان فوز النادي الاهلي مرتبط والفريق الاول كمان النهارده في الدور قبل النهائي لبطوله دوري المرتبط، ويا رب دايما افراح وانتصارات للنادي الاهلي. ومعانا في هذه اللحظات يعني دينامو الجهاز الفني زي ما بيقول كابتن احمد الجرحي المدرب العام. كابتن احمد الف مبروك الفوز النهارده، كان غيابات كتيره لكن النادي الاهلي زي ما بيقول كده، وكان شجاع الاستوديو التحليلي النهارده الاهلي بمن حضر، يعني الف مبروك الفوز واداء كبير النهارده. الله يبارك في حضرتك. طبعا برحب بكابتن هيثم وضيوفه في الاستوديو. الحمد لله يعني النهارده احنا بنلعب في ظروف صعبه جدا، في يعني زي ما بيقولوا ظروف استثنائيه. يعني انا هقول مش هقول لك مثلا ان مودي الجرحي عنده شد، احنا رايحين النهارده مهيب راجع من شد، يعتبر مريحين واحنا لعبناه 8 دقائق بس. ده طبعا غير ان احمد سلعوي مش معانا من بدايه الماتشات، بتيجي الوباء اللي احنا فيه طبعا تسبب ان احنا معناش ايهاب امين، معناش عمرو الجندي، معناش عبد الفضيل. قدمنا طبعا يعني التماس ان احنا ناجل كعاده كل الاتحادات، طبعا قبل بالرفض. يعني بصراحه مش عايز اتكلم فيه لان لو اتكلمت فيه بصراحه يعني ملوش اي مبرر من وجهه نظرنا. حضرتك انا اقول لك ان اليورو ليج اللي هو يعني اعظم دوري في كره السله يعني بعد الام بي اي، انت من حقك كفريق ان انت تاجل ماتشاتك 3 مرات على مدار الموسم لو عندك اصابتين بس كورونا. فاحنا يقول يعني احنا القانون اللي طلع عندنا قبل يعني يوم ما الاهلي اتصاب 7 كورونا، يعني 7 من قايمه بتضم 15 لعيب، حاجه صعبه جدا، ظروف صعبه. ان شاء الله هنقاتل، يعني ما عندناش حاجه غير ان احنا نقاتل في كل ماتش، ان احنا نلعب بقوه، نلعب بروح النادي الاهلي سواء مين غايب مين مش غايب. لكن طبعا كل الناس عارفه ان الغيابات دي تعتبر قوه ضاربه في النادي الاهلي. كابتن احمد، برغم كل الغيابات دي وبرغم كل الظروف، لكن النادي الاهلي اعتقد اخذ اللي هو محتاجه من المباراه، كمان فوز المرتبط في المباراه اللي سبقت المباراه وفوز الفريق الاول اعتقد قربنا بنسبه كبيره جدا من النهائي. والله مش قادر اقول، يعني انا باللي احنا فيه ده انا ما اقدرش اقول لك ان احنا نقرب ولا ما نقربش. احنا بناخد كل يوم على حده لان احنا مش عارفين بكره الصبح مين ممكن يبقى معانا، مين مش معانا، مين هيلعب مين. لكن يعني نظريا حاجه بتقوله يعني ماشي، ممكن نقول ان احنا الحمد لله قربنا كسكور افريج، يعني كسبنا بمكسب مستريح النهارده، المرتبط كسب، فكلامك سليم 100%. بس في ظل الظروف الموجوده دي والكورونا اللي يعني اللي اصابت لعيبه كتير، انت بين يوم وليله ما بتبقاش عارف مين ممكن لا قدر الله يتصاب. فاتمنى ان ربنا يشفي الجميع وان ربنا يطمن على كل الناس، اهلي، زمالك، جزيره، اتحاد، اي حد مصاب. بس يعني بنقول يعني احنا عشان يبقى الموضوع يا جماعه فير، احنا يا ريت الناس كلها تعمل مسحه. احنا في النادي الاهلي عملت مسحه، ما فيش حد عمل مسحه. يعني انا دلوقتي كان ممكن نيجي نلعب بلعيبه عندها كورونا مثلا، ما نقولش ما ينفعش طبعا. احنا يعني لا ضميرنا ولا اخلاقنا ولا اخلاق النادي الاهلي هتخلينا نعمل كده. على فكره لا عمرو ولا عبد الفضيل عندهم اي اعراض، يعني اللعيبه يعني هي بس مجرد ان التحليل طلع فيه كورونا، لكن دي امانه ان احنا ما ينفعش ان احنا ايه نصيب بني ادم تاني. فيا ريت يعني نتمنى ان الناس كلها تعمل مسحه عشان نبقى في حتى اللعب واحنا بامان. احنا كلنا بنروح لاهالينا وكلنا يعني خايفين على حياه بعض، فبنتمنى بس ان المعيار يبقى واحد. شوف كابتن، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني زي ما بنقول نجم النادي الاهلي الاول كابتن اشرف توفيق المدير الفني للفريق. كابتن اشرف، الف مبروك الفوز برغم الظروف الصعبه، لكن اعتقد النهارده النادي الاهلي بمن حضر وقدرت تدير المباراه بكفاءه وتخرج باللي انت عايزه من المباراه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الولاد أدوا كويس قوي الحمد لله، دفاعيا وهجوميا. يعني برغم الغيابات لكن شايفين النادي الاهلي ادى اداء مميز وخد اللي هو عايزه من المباراه والفوز، وكمان فوز المرتبط اعتقد خطوات مهمه جدا نحو النهائي. ان شاء الله ان شاء الله، انما لسه لازم نبقى لازم زي نفس الجمله اللي بتقال احنا لازم ريسبكت البطوله وريسبكت الخصم. يعني ان شاء الله ان شاء الله لسه في ماتشين، لسه يعني خلصنا شوط يعني لسه في ماتشين باذن الله. لكن اعتقد ان انت النهارده حققت الاهداف المرجوه من المباراه برغم النقص العدد الكبير. طبعا عندنا نقص كبير جدا جدا، اللعيبه يعني مؤثره، انما برضه احنا عندنا يعني الحمد لله عندنا بنش وعندنا لعيبه يعني تقدر بفضل الله تعوض يعني، والنهارده قدوا كويس الحمد لله الحمد لله. كابتن اشرف، يعني برغم ان النادي الاهلي كان دايما هو زي ما بنقول المتسيد اللقاء وفرد رتمك وسيطرتك، لكن كنت شايفك دايما برضو لا اللعيبه بتعنفهم اول باول، حريص ان اللعيبه تخلص، ما فيش اي تهاون، كنت حريص طول المباراه، ان كنت مشدود شويه برضو، ممكن يكون احداث قبل المباراه شدتك. فرقه سبورتنج فرقه محترمه، ووائل مدرب من المدربين الشباب الواعدين يعني من ولادي يعني اللي انا
بعتز بيهم. صغيرين بيلعبوا يعني مش خسرانين حاجه، هم بيبنوا تيم، فهم بيلعبوا مش اندر بريشر. احنا عندنا تو يعني بريشر البطوله وبريشر جمهورنا وبريشر ان احنا كورونا والاصابات، فكان لازم انا احاول ادوس ان انا اكسب كتير عشان اي ظروف، ما اعرفش بكره في ايه، ما اعرفش سكور افريج ايه وكده. كده زائد ان انا عايز اوصل بالولاد لاداء دفاعي معين يساعدني في كومبيتيشن اعلى كمان. كابتن اشرف، يمكن وانت بتدير المباراه او بعد حتى المباراه لسه شايفينك اعتقد قلقان من بكره واللي لسه الظروف اللي ممكن تقابل الفريق خلال الايام المقبله. طبعا احنا في وضع يعني وضع استثنائي، ويعني انا عبد الفضيل كان بيتمرن معايا اول امبارح بالليل، ما خلص الساعه 10 طلع كورونا، ف 90% في ناس عندي كورونا. انما وقت كان يدو يعني انا قلت وبلغت اللي انا عايز اقوله، ويعني يكفي ان اقول لك ان الدوري الاوروبي اللي هو الفرق بيننا وبينهم 30 بونت في اي فرقه في الفيرست كلاس يعني بيأجلوا لو في اثنين بس كورونا. اثنين كورونا لثلاث مرات، من حقك ثلاث مرات تأجل ان عندك اثنين كورونا. يعني عندنا يقول لك اوفر 6، اوفر 6 ده يعني كلام، قول لي لا انا مش هأجل، انما ما تقوليش اوفر 6. انما احنا بنحترم اي حاجه، والنادي الاهلي يعني النادي الاهلي يعني بيتصرف تصرفات كبيره قوي، احنا يعني نقدر نقول حاجات كتير قوي، انما النادي الاهلي بيتصرف تصرفات بتاعه النادي الاهلي لوحده يعني. انما انا متاكد لو اي حد غيرنا يعني صعب جدا ان هو يقبل كده يعني. شكرا كابتن، اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن عاشر. يعني معانا كابتن هيثم مستمر في لقاءاتنا، ومعانا نجم من نجوم المباراه النهارده كابتن احمد مهيب نجم النادي الاهلي، ويمكن ثلاثياته النهارده كانت حاسمه في احداث اللقاء. كابتن احمد مهيب يعني احد الوافدين الجدد، بنحييك على مجهودك النهارده، اعتقد يعني اكثر من نجم غايب لكن كنت قد المسؤوليه، واعتقد ان عملت مباراه كبيره وثلاثياتك يعني ساهمت بنسبه كبيره في الفرق الكبير في البطوله. اولا الحمد لله يعني على فوز النهارده، يعني فوز مهم طبعا، الماتش الاولاني رغم ان المرتبط الصغيرين كسبوا، بس احنا كان لازم ان احنا نكسب يعني. ان شاء الله ربنا يسهل بقى الخطوه الثانيه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت كده، الغيابات الكتيره دي مؤثره عندنا، مؤثره نفسيا ومؤثره في اللعب طبعا، بس يعني ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا نسد الثغرات اللي موجوده باذن الله. كابتن احمد، يعني رغم كل حاجه لكن اعتقد زي ما شعرنا النهارده في الاستوديو شعار كابتن هيثم الاهلي بمن حضر. والله بالظبط، يعني الحمد لله، يعني ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كلنا يعني عايزين نعوض النقص، كل واحد بيحاول ينزل يعمل اللي عليه بالرغم من الاصابات. انا لسه النهارده اول ماتش، بقالي 3 اسابيع كان عندي شد في الضمه، اخدت شويه يعني بظروف الماتش النهارده عشان كابتن اشرف يعني يجهزني ان شاء الله ماتش الجمعه والحد والثلاث باذن الله على خير. فالحمد لله يعني انا مبسوط بالروح اللي الفرقه موجوده فيها، وان شاء الله ننافس على البطوله باذن الله. باذن الله. ده كان السؤال اللي بعد كده، البطوله ان شاء الله باذن الله قربت بنسبه كبيره من النادي الاهلي. والله هو احنا بنفكر فيها خطوه بخطوه، يعني اكيد نفسنا ان دوري المرتبط ده يبقى ان شاء الله بتاعنا بطوله في اول سيزون، بطوله مهمه تدينا دفعه كويسه لبقيه السيزون. الاولاد الصغيرين بيعملوا اللي عليهم، بيحاولوا يساعدونا، واحنا نفس الكلام بنحاول نساعدهم. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده، هناخدها خطوه خطوه، نخلص الماتش الثاني ان شاء الله ان شاء الله يعني على خير، ونفكر بقى ان شاء الله في البطوله. يعني ماتش بقى الاتحاد طبعا ماتش صعب، يعني اتمنى ان شاء الله كمان الغيابات دي هتكون مؤثره، بس احنا ان شاء الله نتمنى يعني نقدر نحاول نسد الغيابات دي، ونتمنى ان هم ان شاء الله يرجعوا عمرو الجندي، ايهاب امين، عبد الفضيل، ناس مؤثره جدا طبعا، فان شاء الله نتمنى يعني ان هم يلحقوا معانا ويعملوا مسحه ثانيه وتطلع نيجاتيف ان شاء الله. شكرا كابتن احمد، التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا من ملعب المباراه عقب انتهاء مباراه الاهلي وسبورتنج في ذهاب دور المرتبط الدور قبل النهائي. ألف مبروك الفوز للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله يا رب دايما النادي الأهلي في انتصارات وفوز، والنادي الأهلي إن شاء الله رقم واحد دايما. كلمة ليك كابتن عايزه. الزميل محمد توفيق، بشكرك شكرا جزيلا ليك، ولقاءك كانت مهمة وفي أرض الملعب، وشفنا كابتن أحمد الجارحي، كابتن أشرف توفيق، وشفنا أيضا أحمد مهيب، الكل مركز، الكل بيعمل عليه، ولا ينقص غير توفيق الله سبحانه وتعالى. كابتن سلاوي، يمكن كلام الجهاز الفني واللاعبين يمكن باين قوي التوتر الشديد نتيجة موضوع كورونا، وانت مش عارف مين معاك ومين بكره مش هيلعب، بالتالي ضغط جامد جدا على الجهاز الفني خاصه لو بتنافس على البطوله.
طبعا ده شيء طبيعي جدا، وان هو من باين على وشوش المدربين هذا الكلام. بس انا بقول ان برضو زي ما بدات الحلقه وقلت الاهلي بمن حضر، فانا شايف ان شاء الله الاولاد اللي موجودين هيكملوا باذن الله، وربنا يشفي المصابين ويرجعوا في اقرب وقت ان شاء الله. لكن القلق برضو شيء مهم في الباسكت طبعا، ان هو بتعمل كل حسابات، بتعمل ايوه بيخلي الحسابات كلها مظبوطه، بيحط النقط على الحروف عكس عدم المبالاه او صحيح، او تسيب الامور للظروف وتفاجئ بشيء مش متخطط. الحمد لله الفرقه كويسه، ومبروك علينا الفوز، وان شاء الله كده وصلنا الحمد لله تعتبر للفاينل. والخطوه الجايه بس كابتن اشرف توفيق اعترض على الكلمه دي، قال لك انا لسه عندي شوط، لسه عنده شوط، بس هو اعتقد ان الارتياح النفسي هيبقى الماتش الجاي اكتر من اكيد الماتش. طبعا وخلي الضغط هيقل واللعيبه هتقل، وهنتفرج على ماتش احسن من الفرقتين، من الفرقتين يعني الفرقتين هيبقوا احسن لان مفيش ضغط، مفيش اي حاجه ممكن تؤدي الى حدوث مشكله او اي حاجه. والتوفيق دايم للنادي ان شاء الله. كابتن عماد، راي حضرتك على تعليقك على راي او لقاءات اللي عملها لنا طبعا زميلنا؟ والله يعني انا حيي كابتن محمد وحيي كمان اشرف، كمان توفيق كان اشرف ان هو برده رغم ان احنا زي ما شفنا في اخر الماتش حصل شد بيني وبين الكابتن الله اعلم ايه، لكن رغم كده كابتن اشرف توفيق راجل كبير ومدرب كبير، اشاد بان من ضمن المدربين الواعدين وائل بدر، وربنا ابني من ولادي اللي شرفته بتدريبهم يعني الحمد لله. فالحمد لله ربنا يعني يسهل الحال. انا يمكن انا بختلف شويه مع كابتن سلاوي حبيبي وعشره العمر، يعني لسه ما فيش حاجه اسمها خلص، احنا فزنا في ماتشين. كابتن سلاوي قال ان لسه يعني هتبقى الافضليه لينا، ولكن يعني لازم نشد حيلنا في اللي جاي ان شاء الله عشان ربنا يكمل لنا بامر الله، وان شاء الله ربنا يوفقهم، والف مبروك النادي الاهلي. طب كابتن عماد، هل نجح اللاعبين طبعا الموجودين من سد طبعا غياب خمس لاعبين من اعمده الفريق من من من, من فرقه اصلها 14 قيمتها 14 في خمسه غائبين؟ والله يا كابتن هيثم انت لما تسمع الاسماء الغايبه، يعني تسمع مثلا عمرو الجندي نص فرقه، احمد السلعاوي كان شايل الفرقه السنه اللي فاتت، ايهاب امين نص الفرقه برضو، عبد الفضيل جايبينه من نادي الجيش وكان شايل في الجيش جامد جدا وشايل جدا، مود الجرحي كابتن فريق فتحس يعني لما تقابل الماتش لما تسمع الاسماء تتخض، تحس ان الفرقه. بس الحمد لله صراحه النادي الاهلي ولد، ويعني الاهلي بما حضر فعلا صحيح. والناس اللي عملت اللي عليها واكتر كمان، وربنا يوفقهم في الجاي، شرفونا صراحه كانوا رجاله كلهم في الملعب، ما حدش قصر. والحقيقه كابتن يعني بنشيد برضو بمحمود وليد، الله اكبر عليه يعني، ومحمد مودي اول مره يعتبر درجه اولى في الاهلي، كان بيلعب مصر للتامين، فرق شاسع. من اولادك هو كابتن؟ ها؟ من اولادك؟ ده اولادي انا كنت بدربه، هو رأفت عماد كانوا معايا في الميني، انا مسكت ميني مخصوص في النادي الاهلي عشان ادرب ابني وادرب محمد مصطفى، كانوا معايا الحمد لله. فربنا يا ربنا يوفق ويعمل لهم الصالح يا رب ان شاء الله. يا كابتن خليني اقول لحضرتك برضو انه يعني النهارده كان التوفيق في الرميات الثلاثيه كان كلمه السر، يمكن احمد مهيب جاب 3 من 4 او 3 من 5 3 من 5 وقلل النسبه شويه، شات كوره في اوت اوف بالانس 60% 3 بوينت لاحمد مهيب، وحاتم جاب برده كورتين هايل حلوين برده، محمد مصطفى جاب كوره في الكريتيكال تايم. طب كوره الماتش من وجهه نظرك ايه؟ والله انا شايف كوره الماتش اللي خلت اللعيبه دي سحيت في اسيست من حاتم لعمر طارق، حط دنك تحس ان هو احبطهم، جاب احباط لفرقه سبورتنج، فدوت خلى برده كورتين ثلاثه حلوين. هي كانت في الشوط الرابع اخر الماتش، واني كوره بقى كابتن سلام في كوره اليكس، اليكس اللي عمل كروس اوفر في كوره اوفر ورجع بقى. يا ريت يا جماعه تشوفوا الكوره اللي اليكس عمل كروس اوفر ولاعب سبورتنج هي دي هي دي. معلش يا جماعه يعني كابتن سلعاوي بيقول ان هي دي كره وانا شايف كره عمر طارق برده، كره عمر طارق الدنك، جابوا لنا كورتين عشان بس ما حدش يزعل، ما حدش يزعل يعني، دي الكره اللي كابتن سلعاوي الجمهور يحكم، احنا ناس فير وبنحط الحاجه قدام الجمهور. دي كانت في اخر خمس ثواني من الهجمه، ودي بيسموها في الباسكت انكل بريك، يعني يعني بيحصل زي كروس اوفر بينتج عنه زحلقه اللعيب اللي قصادك وبتقدر تخليه اوت اوف بالانس. والكره الثانيه بتاعت عمر طارق اللي حط فيها دنك اخر الماتش يا جماعه، واخر كورتين لا دي كره 3 بوينت بتاعت اليكس يانج. بص يا كابتن من هنا هتبان اكتر، بص حلوه حلوه، مش عامل ستيب باك وحاجه جميله. والكره الثانيه بتاعت عمر طارق اللي حط فيها دنك، يعني خليني اقول لك كابتن سلعاوي انه الماتش كان حلو بصرف النظر وكان في كور حلوه جدا من نادي سبورت. يعني انا قلنا زي في الاول قلنا السبورتنج
اقدم مباراه جميله جدا واقدم مباراه ممتعه بالنسبه لي، وان فريق سبورتنج كان ند في الشوط الاولاني في الربع الاولاني والربع الثاني والربع الثالث ولغايه اخر الماتش كان ند وكان بيحاول بيحاول على قد امكانياته كابتن هيثم. مش هنقدر ندي يعني مش هنقدر نطلب منه اكتر من كده. بيلعب من غير لعيب محترف ضد فرقه بيعمل ريبليس للعيبه طبعا بيعمل روتيشن على قد ما بيقدر. وخد بالك انه غايب عنه محمد صلاح، ده بيفوت خمسه قوي برده كان كان ممكن يخلي خورشيد يرتاح شويه. خورشيد كان بيطلع بيرتاح، ما كانش في حد خمسه عشر في ربيع. يا الله اكبر. بالرغم من كده كبير. بالرغم من كده كانوا يعني يمكن لو حسبنا الريباوند اللي جابه سبورتنج اكتر من اللي جابه النادي الاهلي. الحمد لله. الحمد يعني بالرغم من كده هم قدروا يجيبوا الريباوند وقدروا يعني. احنا دلوقتي مطلوب مننا ان شاء الله ان احنا ما نفكرش في الاصابات وما نفكرش الا في المباراه في الثلاث مباريات اللي جايين ان شاء الله. تفتكر اللعيبه اللي عندها كورونا ممكن تلحق؟ خاصه ان هو احمد الجارح قال لك في اثنين لعيبه ما عندهمش اعراض. لا، عمر ما عندوش اعراض وعفاضيل ما عندوش اعراض. ادي كره عمر طارق اللي قال عليها كابتن عماد كره المباراه. هاتوا لنا الاثنين ورا بعض بقى يا جماعه عشان الجمهور هو اللي يحكم ويقول لنا. يعني انا بشكر صراحه المخرج ان هو لا ده هو يعني احنا بنشكر طبعا كل فريق العمل هناك بصراحه في صاله هيئه قناه السويس. يعني كره حلوه وكمان حصل بادي كونتاكت في الاول يا كابتن. والبادي كونتاكت ده ما ضاعش كويس. اسيست كويس. اليكس ودى ورجع واتزحلق وفيها شقع اكتر. أنا مالي لكن ده دنك عادي. انا ماليش راي يا كابتن، راجل مذيع. انا ماليش علاقه بكره السله، حضراتكم اللي تحكموا. طيب يا كابتن، يعني حضرتك شايف انه احنا ما نركزش مع الاصابات؟ لا لا، شايف ان احنا ان شاء الله الفرقه الموجوده كويسه جدا جدا جدا، عندهم ثقه في نفسهم، وبدليل ان الجهاز الفني عنده ثقه فيهم سواء صغيرين او كبار. واللعيبه لعبت وكل واحد ادى ما هو عليه ومفيش حد قصر بصراحه. ودي كمان برضو لعبه من اللعبات الكويسه، حط الكوره من وسط يعني اتعمل عليه دبل تيم تقريبا اليكس يانج. معلش نجيبها من اولها يا جماعه. كروس اوفر عالي قوي. كروس اوفر عدى من بين الاثنين صراحه. عنده اجيليتي عالي جدا، عنده رشاقه عاليه جدا. الغريبه في اليكس يانج يا كابتن عماد، معرفش وكابتن سلامه تتفقوا معايا، يحط لك 25 بونت وانت مش حاسس. وانت مش حاسس بيه. هو جاب كام يا جماعه؟ خمسه. جابهم امتى؟ هو السكاوت اخر السنه اللي فاتت مش اقل من 28 في كل مباراه. ما شاء الله. يعني هو انا بقولت لك ان هو من افضل اللعيبه الاجانب اللي جت مصر. وبيدافع كابتن، نادر لما تلاقي لعيب امريكاني بيدافع. هو في حته يعني كمان يا كابتن هيثم كنت بتقول حتى لو ما كانش في اعراض على اللعيبه ربنا يشفيهم. احنا ما ينفعش تمشي على الاعراض دي، تمشي على المسحه. انت بتعمل مسحه طلعت سلبيه بيلعب، ما فيش سلبيه ما ينفعش. ممكن حتى بعد السلبيه اعتقد بياخد راحه يومين ثلاثه. لا سلبي خلاص سلبي تلعب. دي تجميع الباسكت طبعا. اليكس يانج الحقيقه يعني بص يا كابتن، شوف يعني تلاقيه بيجيب سكور. بص سهل الممتنع، سهل الممتنع، سهل الممتنع بصراحه ما شاء الله ربنا. هو في ميزه كمان يا كابتن هيثم، بيلعب بايده اليمين زي ايده الشمال وجنبه عالي ما شاء الله. ادي شمال اللي قبليها قبليها بكورتين كان في يمين ما شاء الله. فهو انا معاك كلام حضرتك صح، يعني دي شمال ودي خد فيها اندوان برضو. يعني يا كابتن برضو خطوته واسعه. يعني كان احنا دايما ما كناش يعني قعدنا فتره ما نوفقش في الاجانب. صح، ده من احسن حتى في بطوله افريقيا اللي احنا كسبناها برضو ما وفقناش. ما كنا اللي هي كانت في النادي في واحد واحد كان لا واحد. هم كانوا كويسين بس كان في واحد احسن من الثاني. كان في واحد احسن من الثاني. صح، كان في واحد احسن من التاني ومع ذلك وهو عوضه. يمكن مثلا واحد زي كريم دهشان ربنا وفقه شاط شوتين ثلاثه ثلاثتين فعوض اللي هو في الولد اللي هو برضه راح سبورتنج. هو في واحد اجنبي كان في الاهلي ثاني سنه راح سبورتنج. صحيح صحيح. طب يا كابتن شايف يعني المباراه اللي جايه هنتكلم في يعني المرتبط احنا ما نعرفش عنهم حاجه، وانا بحب انوه للساده المشاهدين ان مباراه المرتبط احنا سجلناها وهتتذاع على الساده المشاهدين في الوقت ان شاء الله مع خريطه البرامج هتتذاع المرتبط. خلينا نتكلم في الفريق الكبير. يعني انت لو مكان وائل بدر هتعمل ايه الماتش اللي جاي؟ انا لو مكان من كابتن وائل هلعب بنفس الطريقه اللي لعبت بيها النهارده، مش هبص للسكور. لا لا لا، مش هبص للسكور. ومباراه جديده وجام بول جديد وجيم جديد. طب. وهلعب وهخلي اللعيبه تقدم عليها يعني واقول لهم اطلب منهم طلب واحد، امتع، خلي الناس تنبسط من الباسكت اللي انت بتلعبه. تمام، يعني واخد بالك ازاي؟ طب نحط نفسنا مكان جهاز فني النادي الاهلي. الجهاز مطلوب المكسب لاسباب عشان المباراه اللي بعديها. طب ما هو ممكن يبقى، ما هو احمد جرحي بيقول لك احنا ممكن نعمل مسحه بكره نلاقي ناس مش يعني برضو احنا يعني برضو انت ما تضمنش. درجه تقول له هيلعب ما عنده خمس لعيبه مصابين، قد يكون العدد في زياده. بالظبط، قد يكون العدد في زياده وقد يقل العدد. انت ما انتش عارف حاجه يا كابتن سلاوي. هي دي المشكله. هي دي المشكله. بيقول لك انا مش عارف هلعب مين. ربنا نجينا يا اخي. ربنا دي المشكله. والله انا شايف يا كابتن هيثم زي ما انت بتقول، وانا كان وجهه نظري زي ما بيقول كابتن سلاوي، بس انا اختلف معاه في حته صغيره. ان انا لو حسيت يعني مطرح وائل بدر، لو حسيت ان خلاص
خسرنا مرتبط لاعب اللعيبه اللي ما بتلعبش، بس هم كلهم لعبوا بصراحه. لا لاعب ما في حد في عنده لعيبه من تحت صغيرين كان بيطلعوا قبل كده تحت 20 سنه وتحت 18، ابتدي ان انت مش عارف مين اللي هيتعب منك، مين اللي انت هتحتاجه، مين اللي هيطلع بره المره ال 12 فهتحتاج لعيبه. وفي نفس الوقت الاهلي لو ضمن الحمد لله صعد بفرقه المرتبط لازم يلعب اللعيبه كتير اللي ما بتلعبش اكتر كمان من لازم، زي حسام النهارده ده اللي ما لعبش، ميدو او وودي ولا في ناس كتير لازم يلعبوا، ولا عبد الله نصر اللعيبه دي لازم تلعب لان هتحتاجها. زي ما بتقول انت مثلا لو عملنا مسحه ولقينا في عندنا لعيبه هنعمل ايه؟ لازم هنلعب اللعيبه دي. صحيح. يعني في ظل الاتحاد يعني زي ما الكابتن اشرف بيقول لك اليورو ليج لو اتنين لعيبه من حقك ثلاث مرات في السنه تاجل. بس انا اتصور يا كابتن ان ممكن الاتحاد السله يراجع يبقى طبعا هيراجع اصل احنا اسره واحده في الاول والاخر، واكيد الكلام ده يعني بيوصل للمسؤولين، واكيد اتصور طبعًا ان الموضوع ده هيتغير. ولكن النادي الاهلي زي ما قال الكابتن اشرف توفيق بيتصرف تصرفات الكبار، يعني انا راجل خلاص في لوائح وفي قوانين وتم ارسال ليا جواب رسمي بذلك، ايا كان اختلافنا احنا بنلتزم باللوائح والقوانين وبنلعب، وبدليل ان احنا كسبنا الحمد لله. ولا تمام هو الكلام ده كلام العقل، يعني ان طول عمر النادي الاهلي بيلتزم بالمخاطبات. بس لازم كابتن زي ما قلنا يا كابتن لازم يكون في اجراءات استثنائيه عشان الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها، ما ينفعش تبقى فيكسد او الموضوع ثابت ولا نفسنا نخسر لعيبه واللعيبه تتعب واللعيبه بعد الشر تبقى عيانه. ما ينفعش نلعب رياضه عشان صحه الناس تبقى كويسه، ولا بنلعب رياضه عشان نكسب ونخسر. هو الخوف يا كابتن يعني انت يعني الحمد لله اللاعبين بتبقى عندهم يعني ما شاء الله ربنا يحميهم، اللاعبين بتبقى عندهم ميونتي عندهم مناعه عاليه، ولكن الخوف على اهالي اللاعبين طبعا. يعني انت لما ممكن ينقل لحد الله يفتح عليك كابتن يعني اللاعبين بتبقى طبعًا. الخوف طبعا اهالي اللاعبين بيبقى اكيد الله يفتح عليك الله يفتح عليك. فطبعا لازم نحط ده في الاعتبار، ولازم وخاصه ان احنا النادي الوحيد انا بتهيألي في السله اللي بيعمل مساحات يا كابتن، احنا النادي الوحيد اللي بيلتزم بالمعايير اللي حطها الدوله هو النادي الاهلي بتهيألي تقريبا، لان ده شيء مطلوب وده شيء مهم جدا جدا بالنسبه للاعيبه، واعتقد النادي الاهلي حريص على الموضوع ده يعني طبعا طبعا يعني مش يعني حريص في جميع الالعاب. كابتن اشرف توفيق في اللي انا فاكر في الموجه الاولى من الفيروس وبعد عوده النشاط كان في شك 1% او 2% انه عنده كورونا نتيجه مش مسحه، قعد مجرد نتيجه تحليل دم بسيط قالوا في الدم في مؤشرات معينه، كابتن اشرف قعد اسبوع برغم انه عمل مسحه اولى سلبيه في انفكشن عالي في اي حاجه بتحصل فيها التهابات عاليه خلاص انت بتشك في حاجه بتهاجمك وعمل مسحه تطلع حاجه تانية بس لازم احتياطي. وكابتن اشرف توفيق بعد عن التمرين اسبوع كامل في وقت كان كريتيكال جدا، كنا داخلين على النهائيات. طب كابتن قول لي حته مهمه جدا برضو لازم نقولها، تعدد الاجيال في الفريق. حضرتك شايف فريق الباسكت يعني دايما يقول لك يعني اي فرقه تكسب لازم يكون فيها ثلاث اجيال. في ثلاث اجيال عندنا اديني جمال ومودي كده. تمام جمال ومودي، وفي عندك عمر طارق وعمر الجندي وحاتم العيلي وابن نصر ودول، وفي تحتيهم اللي هم محمود وليد ومودي وعبد الله نصر وولاد مازن ومالك ولاد ياسر وفتوح. لا في اجيال احنا ممكن يكون عندنا اربع اجيال، وفي ابن بعد طارق خيري لو لعبت الناس دي باربع، وفي تحتيهم كمان جيل مؤمن طارق خيري ده اللي طالع لسه يعني انت لعبت مالك وياسر اولاد ياسر بفتوح ومازن ما شاء الله عليهم زي الفل. بس صعب تلعب باربع اجيال. لا انا بتكلم يعني قصدي اقول لك ممكن لا ده كله ده جيل واحد لانه دول كلهم بيعتبروا جيل واحد او حزمه اللي فرق سنه بينهم وبعض يعتبروا جيل واحد. طب سؤال يا كابتن دلوقتي يعني انا دلوقتي بعد لائحه اتحاد السله الجديد او قراره الجديد بتاع الانتقالات بتهيألي بقى واجب علينا موضوع الاعارات. لا الاعاره انا راجل لعيب بطلعه اعاره وبجيبه، ده مش انتقالات ده ابني. بس لازم يفتحوها، ما لازم لازم تذكر نصا لازم تتفتح لان اثنين غير كافي. لا هم فاتحين اثنين اعارات بس صح فاثنين غير كافي. اديني اربع اعارات مثلا. اديني اربع مش ممكن صح. تطلب مني ان انت ان انا هدفع 4 مليون صح. ما ينفعش ادفع 4 مليون. لا الكابتن سلام قال كلمه حلوه بتكلم ولازم تفتح الموضوع عشان يعني كابتن سلام قصده ايه بلل مع القرار اللي اتاخد ده او بالتوازي مع القرار اللي اتاخد ده لازم انت تفتح لي الاعارات عشان اعتمد على اولادي بقى. ما انت مش خليني اجيب حد صح ده بالعكس ده الاعارات لما تتفتح يا كابتن هيلعبوا بره هيلعبوا وياخدوا خبره لا وعلى الانديه الثانيه مش هتبقى انتقالات. لا على الانديه الثانيه مش هبقى انتقال ولا انا غلطان؟ لا طبعا مش هبقى انتقال طبعا.
على العموم يعني انتهى يومنا سريعا يا كابتن سلعاوي. احنا سعداء جدا جدا بالمذيع المتالق والله يعني مرت بسرعه الحلقه. كابتن ده عشان حضراتكم وشرفنا. بشكر حضرتك كابتن محمد سلعاوي نجم مصر طبعا وهداف في لوس انجلوس واحد رموز اللعبه يعني. يا كابتن بشكر حضرتك شكرا جزيلا لحضورك معانا النهارده في الاستوديو التحليلي. شكرا لك ولقناه الاهلي على الشرف الكبير ده. كابتن عماد نجم، كابتن عماد مراد نجم النادي الاهلي والزمن الجميل والانتصارات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا. احنا الف شكر ان انتوا اديتونا فرصه ان احنا يعني نبقى في قناه الاهلي والناس يعني تشوفنا، ولينا الشرف ان احنا نعلق على ماتشات النادي الاهلي اللي هو خيره علينا، والحمد لله يعني هو صاحب الفضل علينا في كل حاجه. شكرا جزيلا كابتن عماد. اعزائي المشاهدين، اليوم يوم الانتصارات، ابتديناها فريق كره القدم اللي فاز على بطل النيجر الحمد لله بنتيجه طمنا كبير هنا ان شاء الله بالنتيجه في مصر في ظروف صعبه وملعب صعب. سيدات كره السله يفوزنا على سموحه وتاهلنا للنهائي ايضا في دوري المرتبط، وكان ختامها مسك. فريق كره السله يفوز كبار وصغار ايضا على سبورتنج ويضع قدما، مش هنقول اكتر من كده، يضع قدما في النهائي وينتظر يوم الجمعه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تروحوش، ما تقلبوش على قناه الاهلي، البيت الكبير ان شاء الله بعد الاستوديو التحليلي والكابتن الكبير هاني رمزي والزميله العزيزه سهام صالح، والبيت الكبير عندهم فقرات كتير يعني اتمنى حضراتكم تتابعوها. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. استنونا باذن الله يوم الجمعه هننقل لحضراتكم يعني الشوط الثاني في قبل النهائي مرتبط ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج يوم الجمعه ان شاء الله، وهنقول لحضراتكم تباعا مواعيد المباريات. بشكركم شكرا جزيلا والى يوم الجمعه باذن الله.